بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله رب العالمين. الحمامات كيف أنتم شايفين إخواني، الآن بلش العمل في الحمامات الجبلية إن شاء الله من أوله إلى آخره، ترميم تام بإذن الله جل جلاله. إخواني إحنا بحاجة إلى دعم، اللي حابب يدعم المشروع هذا مشروع يكلف كثير إخواني، يكلف فوق 50,000 تقريبا، 50,000 شيكل. اللي حابب يتبرع فليتوجه الي او الى الشيخ محمود عايش باذن الله، واللي حابب يجي يشوف بعينه هي الجبليه ان شاء الله رب العالمين تم. تفضل شيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا العمل الجبار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف احد العمال اللي متوجهين ومبشرين في العمل هذا، من مواليد سموع الخليل وساكن حاليا في منطقه كركيليا، وكلنا اخوان وكلنا نسميه. بارك الله فيك. ان شاء الله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. بارك.